بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من خمسه لصحتك. ايه افضل دواء في الصيدليه للكحه؟ سؤال سهل لكن اجابته صعبه. في الفيديو هتعرف ايه افضل علاج موجود في اي صيدليه تقدر من خلاله تعالج الكحه سواء لطفل او كبير، مناعتك ضعيفه او مناعتك كويسه. لكن مهم جدا نعمل لايك، ولو بتشوفنا لاول مره تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد احنا بننزله. ببساطه لما الشتاء بيدخل طبيعي جدا يحصل نزلات برد، منها بيكون نزلات برد دمها تقيل رخمه بيكون معاها كحه تقيله، ومنها نزلات برد خفيفه بتكون الكحه بسيطه. في كل الاحوال انت عايز دواء كحه مناسب ما يكونش فيه كورتيزون عشان ما يسببلكش اي مشاكل صحيه، ويا سلام لو ما فيش مواد حيويه عشان ما يضعفش مناعتك. كلام جميل، طب ده نلاقيه ازاي؟ ببساطه انا اخترت نوعين عشان بس نبقى فاهمين. مش معنى ان انا بقول ان دول كويسين ان الباقي وحشين. في وصفات كتيره موجوده صيادله زملائنا او دكاتره بيصفوها وبرضه فعاله، ولكن انا اختياري للنوعين دول بالتجربه، قائم على التجربه، يعني جربتها مع ناس كتير جدا وفعلا نجحت. اول حاجه لو الكحه دي ناشفه هنختار سينا دراي شراب. بعض الاعشاب حوالي 5 أو 6 انواع من الاعشاب متخصص للكحه الناشفه، الكحه الجافه، الكحه الثقيله. طب هنكتفي بيه؟ لا، هنضيف معاه علشان نختصر الوقت ونختصر التعب اللي احنا فيه حاجه مزيد للبلغم. مش هي كحه ناشفه، يبقى هنضيف بيه سولفين اقراص، بروموهكسين هيدروكلورايد، افضل مزيد للبلغم موجود في الصيدليه. طب هو اقراص ينفع للاطفال؟ اه، ما انت هتطحن الاقراص دي خليها بودر وتضيفها على العلبه. كمان هنضيف سلبوفنت موسع للشعر، يبقى كده الدواء بتاعي اعشاب بتشتغل على الكحه الناشفه، الدواء بتاعي فيه مزيل للبلغم، الدواء بتاعي فيه موسع للشعب الهوائيه. سلبوفنت اقراص، سلبيوتامول اللي بيدخل في الجلسات بتاعه النابلايزر، فاركولين اللي بيوسع الشعب، اللي بيفتح السد يخليك تعرف تتنفس. شريط مع شريط تطحنهم كويس، بودر تضيفه في العلبه، ترج كويس، تدي معلقه 3 مرات لو حد كبير، لو حد صغير يعني ممكن من 2 ل 3 سم 3 مرات في اليوم. كل الكلام ده جميل. طب ممكن الدواء ده ما يجيبش نتيجه؟ طبعا لو في نزله شعبيه بكتيريه بتبقى محتاج مواد حيوي، سواء ابر، سواء اقراص، سواء شراب للاطفال. لو في ضيق في التنفس، الرئتين ما بتعملش بشكل كبير، تحتاج كورتيزون سواء حقن دكسا او سوليبريد اقراص، وبالتالي هنا اشتغلنا على نزلات مختلفه. لكن نزله البرد العاديه الطبيعيه الدواء ده بالنسبه لك هيبقى مثالي. طيب لو كحه ببلغم، الكحه ببلغم هنعمل ايه؟ هنشيل السينا دراي ده خالص ونستبدله بحاجه اسمها سينا ويت، تقريبا نفس انواع الاعشاب باختلاف نوع او اتنين فقط، هما دول بس، في نوعين متبدلين، دي عشان الكحه الناشفه ودي عشان الكحه اللي ببلغم. ده مش هنضيف له مزيد للبلغم، هنضيف له بس موسع للشعب اللي هو السلبوفين بس، نوع واحد. شريط نطحنه بودره نحطه على العلبه، كل مره نرج كويس معلقه 3 مرات لو حد صغير من 2 ل 3 سم 3 مرات. في واحد هيقول لي يا دكتور كل حاله بتختلف عن الثانيه، مظبوط، هو الطب قائم في الاساس على التجربه. معظم الحالات اللي بيجي لها برد او كحه بتستجيب للدواء ده، مش معنى انه ما استجابتش ان الدواء ده وحش، لا، كل حاله لها ظروفها زي ما انت قلت لي دلوقتي. ببساطه شديده اي حد بيكح، في بعض النصايح اللي بنشتغل عليها، اشرب سوائل دافيه، ابعد عن السكريات، ارتاح، ما تعملش مجهود، سهله مش صعبه اعتقد، ارتاح، اشرب سوائل دافيه، ابعد عن السكريات، والوصفه دي لو استخدمتها صدقني بنسبه 95% هتلاقي نتيجه رائعه. مهم جدا انك بعد ما تشوف الفيديو تعمل لايك، ولو بتشوفني لاول مره اكون شاكر لو عملت اشتراك. ان شاء الله اشوفكم على خير في حلقه جديده من خمسه لصحتك.